وصفتنا لليوم بيتي فور العيد بطريقة جداً سهلة وجداً لذيذة وطعم أكيد حيعجبكم. هستخدم للبيتي فور 100 جرام من الزبدة، واحد بيض وأضيف عليهم الفانيلا. أضفت السكر البودرة وأخفقهم بالمضرب الكهربائي، وهستخدم بيكنج بودر من العلالي، أضفت ملعقة صغيرة، وكمان هضيف عليهم ملعقة صغيرة من حليب البودرة والدقيق، وأبدأ أعجن العجينة أو ألملم العجينة بهذه الطريقة. هنزلها بهذا القمع، ممكن تستخدموا الأكياس أو حتى ممكن تشكلوها بيدكم. أدخلها الفرن، وبعد ما طلعت من الفرن طبعا ما أوصف لكم ريحتها وقد إيه هشة وطرية، شايفين لونها وتحميرتها. بعدها حبدأ أحشيها بمربة الفراولة ومربة المشمش من العلاي. تقدروا تقدموا عليها رشة سكر بودرة، بس أنا حبيت أكتفي بهذا الشكل، وبالعافية عليكم، لازم تجربوها. حلانا اليوم الفستقية عملناها بأربع مكونات، سهل وبسيط وما حياخد مننا وقت. راح أحتاج كوب ونص من البسكوت المطحون، راح أحتاج كوب ونص من الفستق المطحون، 120 جرام قشطة، ربع كوب حليب مركز محلى. راح أعجنهم مع بعض وراح أشكلها بالطريقة اللي تعجبني. أنا اخترت قالب الوردة اللي هو قالب المعمول، وممكن أنت تعمليها كور أو تشكليها بالطريقة اللي تعجبك. بالنسبة للقالب اللي أنا استخدمته راح أكتب لكم في التعليقات أنا من فين أخدته. الحلا تقدري تحتفظي فيه في الثلاجة كم يوم، ممكن لمدة أسبوع. راح أزين الحلا بشوية شوكولاتة بيضة، ممكن تزينيها بشوكولاتة سوداء، ممكن تزينيها بشوية فستق. راح أقدمها بالعافية واستمتعوا بأحلى فستقية. في آخر الفيديو حيظهر لكم كود سنابي لو حابين تشوفوا وصفات أكثر. بالعافية وكل عام وانتم بخير. حلانا اليوم الهريسة الحجازية راح نتعلم عليها بالخطوات وبالتفصيل عشان تزبط معانا كلنا. راح أحتاج كوب من اللوز، راح أحمره بالفرن وراح أطحنه في طاوة على النار. راح أحط كوب ونص سكر وراح أستمر بالتقليب لحد ما يتكرمل. راح أضيف عليها ملعقة صغيرة ملح، نص كوب سمن دايب، كوب ونص موية، وراح أستمر بالتقليب لحد ما يذوب الكراميل تماما. راح أحط عليها فنجان من الهيل المطحون وكوبين من دقيق الحمص مع التقليب المستمر. راح أضيف عليها كوب من اللوز المطحون وراح أستمر بالتقليب 45 دقيقة على نار هادية أو نص ساعة على الأقل. راح أحطها في الصينية وراح أتركها تبرد شوية وراح أقطعها. راح أحط عليها شوية فستق شرايح وراح أقدمها بالعافية مع القهوة العربي، واستمتعوا بأحلى هريسة. في آخر الفيديو حيظهر لكم كود سنابي لوصفات أكثر. وصفتنا اليوم الكعك اليمني. في البداية هنا عندي حليب مبخر دافي، حضيف له خميرة فورية وسكر وأخلطهم وأسيبهم على جنب لين يتفاعلوا. في زبدية حضيف الدقيق والملح والحبة السوداء وأخلطهم وأضيف الزيت والسمن والخميرة بعد ما تفاعلت، وحضيف البيض وأعجن. بعد كده حضيف الموية وأعجن عجن بسيط، بس مجرد ما تتلم كل المكونات وتصير عندي عجينة قاسية شوية وتتقطع. هلم العجينة وأغطيها ترتاح لمدة نص ساعة. بعد كده حقطعها كرات صغيرة وأسيبها ترتاح شوية. بعد كده حاخذ كورة وأفردها بيدي بهذا الشكل وأضفرها من الجنب زي كده. لازم نضغط عليها مظبوط علشان ما تتفكك معانا. هدهن الوجه بالبيض والحليب وشوية خل، وحرش شوية من الحبة السوداء والسمسم، وأدخل الكعك على الفرن لين يستوي ويتحمر، وأسيبه يبرد تماما وأقدمه مع البن أو مع الشاي. وبكذا صارت الوصفة جاهزة. أتمنى تعجبكم وبالعافية. الله أكبر شو
بالدمع حبا هاجوا لبيك يا رب الورى لبيك جاءتك من كل الدنى الأفواج يرجون عفوك يا إلهي إنهم أهلا اليوم حنعمل مني كيك البرتقال بطريقة مرة سهلة ومرة لذيذة. نجيب خليط كيك جاهز بنكهة الفانيليا ونسوي زي ما هو مكتوب بالكرتون بس ننقص نص كوب موية ونضيف نص كوب عصير برتقال وملعقة كبيرة بشرة البرتقال ونخلط إلين يصير معانا بهذا القوام. نجيب صينية الميني كوب كيك أو الميني دونت ونرشها بالزيت أو ندهنها ونضيف خليط الكيك زي كذا وندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 ياخد معنا الكيك من 15 إلى 20 دقيقة ويكون جاهز. نطلع الكيك من الفرن ونقلبه على شبك ونتركه لين يبرد. للجليز نحتاج سكر بودرة وحليب ونخلط وبعدين نغطي الكيك بهذا الشكل ونزينه بشرائح البرتقال وأوراق النعناع وكمان بشر برتقال وبكذا يصير معانا جاهز ألذ وأسهل كيك برتقال ممكن تجربه. أتمنى تكون عجبتكم الطريقة وأتمنى تجربوها وبالعافية.